صباح الخير مشاهدينا الكرام، سعيدة أنا بلقائكم في هذا العدد الخاص من ركن تطلعات امرأة. نطير بكم في هذه الصبيحة إلى عالم الأزياء والموضة، عالم الجمال. نستضيف في هذا الإطار نستضيف الأنسة كرمان حمداوي ملكة جمال الجزائر 2004. للإشارة هي تقنية سامية في عالم الأزياء والموضة وأستاذة موسيقى. صباح الخير أنسة كرمان. صباح الخير. نعم، أول سؤال نطرحها لك هي من تكون ملكة جمال الجزائر 2004؟ اسمي كرمان حمداوي. نعم، عندي 24 سنة. تكنيسيان سوبيريور ان ستيليز موديليز. نعم، كملت المعهد الوطني للموسيقى. متخرجة بمعهد الوطني للموسيقى. وراني أستاذة في الموسيقى. نعم. حاليا. نعم، وهل كنت تتوقعين هذا التتويج؟ يعني في الحقيقة ما كنتش نتوقع في التتويج. كانوا بزاف البنات شابات نهار لو ديفيلي. يعني ما كنت كاع نتسنى فيها هذا. في هذا التتويج لأن يعني كانت منافسة قوية وكانوا فما بنات يعني عندهم نفس المقاييس باش يتأهلوا ويكونوا ملكة جمال. سيتي اون كروند كونكورونس. نعم. كرمان واش رايك نخليو المشاهد يتعرف عليك اكثر من خلال هذا البورتري؟ تابعوا. عمرها 24 سنة، اختصاصها تقنية سامية في الأزياء والموضة، هوايتها الموسيقى والبحث عن المستوى المهني اللائق. كرمان حمداوي تهوى كل ما هو فن وموضة، عاشقة هذا المجال الذي يملأه صخب الأناقة والجمال منذ طفولتها. اهتمامها بشكلها وشخصها جعلها مولعة بعالم الأناقة والجمال التي أكسبها سمات جعلتها تحقق هدفها الذي طالما روض مخيلتها. بدأت مشوارها كعارضة أزياء، وبعدما اكتشفها مدير وكالة فن وموضة عرض عليها المشاركة في مسابقة ملكة جمال الجزائر 2004، ونظرا لامتلاكها على أغلب المقاييس المعمول بها دوليا فكانت عارضة أزياء مؤهلة بتاج ملكة جمال الجزائر 2004. هكذا اقتحمت المسابقة بكل جدارة وخوف. تم اختيارها وانتخابها فتربعت على أريكة النجاح والتألق واستطاعت فتك تاج ملكة جمال الجزائر 2004. كل ما نتمناه لك كرمان التوفيق في أن تصبحي ذات يوم سفيرة الجمال لبلادك في العالم، لكن بكل أصالتك. كمان هل إذا عرضت عليك المنافسة يعني منافسة دولية فهل تظنين أنك تقولين كلمتك؟ نعم نعم. J'espère être à la hauteur de bien représenter le pays. راني نوجد في ديفيلي في ميس عرب في لبنان بجويليا. نعم. وفي بريطانيا بميس موند. نعم. يعني تشاركي في منافسة ملكة جمال العرب بلبنان وملكة جمال العالم. نعم. ببريطانيا التي. نعم. تقوم في جويليا في بريطانيا. نعم. وهل تقولين يعني كلمتك في هذه المنافسة؟ بيان سور إن شاء الله، ونتمنى لك تكوني يعني سفيرة جمال الجزائر في هذه المنافسة. مشاريعك وأنت ملكة جمال الجزائر 2004؟ كاين لي زاكسيون هيومانيتير، راح ندير جوله في المستشفيات. نعم. نشوفوا الامراض. نعم. الامراض المرضى. الامراض المزمنه يعني. نعم. نسيو نجمعوا كاع بعض التبرعات. تبرعات باش نمدوا لهم باش كيفاش يعالجوا وحدهم. نعم. وكلمتك للمراه عبر فضاء تطلعات امراه، واش تقولي يعني رساله تاعك؟ J'espère représenter bien la femme algérienne. نعم، إن شاء الله. كل ما نتمناه لك كرمان
هو النجاح وتكوني يعني سفيرة لجمال بلادك في العالم وفي العالم العربي إن شاء الله يا رب. J'aimerais remercier aussi la maison Peugeot, la maison Marilyn, Audi Cosmique et la maison Aremot Boualem Jazairi. نعم وكل اللي كانوا يعني وراء هذا النجاح. نعم أما أنتم مشاهدينا نضرب لكم موعد الجمعة المقبل إن شاء الله. شكرا شكرا لك آسيا وشكرا كذلك لضيفتك الكريمة اللي احنا كنا اكتشفناها مظن قبل ما نكتشفوها كملكة جمال الجزائر كانت معنا وكنا عارضة آسيا واعترفنا لك جميعا بالجمال الفائق وكذلك بالأناقة وباللباقة وبالمستوى وإن شاء الله كل ما نتمناه أن تمثل المرأة الجزائرية والجمال الجزائري أحسن تمثيل إن شاء الله على المستوى الدولي ونتمنى لك كل النجاح وشيء جميل نشوفوها تقنية سامية ونشوفوها أستاذة موسيقى يعني متعددة المواهب ما شاء الله. نعم ما شاء الله. إذا بهذا الجمال الجزائري والحديث عن الجمال نبقى دائما في عالم الجمال نمر إلى الفن مع ربحة عشيت بعد الفن.